اليوم نحن في اتفاقية رعاية ودعم شعلة الأمل من قبل وزارة الداخلية. الفعالية هذه فعالية شعلة الأمل تأتي كأول فعالية لاستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاصة. نحن على بعد 23 يوم من حفل الافتتاح في 14 مارس اللي بيكون في استاد مدينة زايد. النسخة هذه تعتبر الأكبر في تاريخ 50 عام اللي مروا من الاستضافات الأولمبياد الخاص. نستضيف فيها أكثر من 190 دولة، أكثر من 7500 رياضي يتنافسون في 24 رياضة. الحمد لله الاستضافة هذه تأتي في عام التسامح، وكذلك استضافة الحدث هذا اللي يعتبر إنساني بالمقام الأول لإبراز قدرة وإمكانية أصحاب الهمم ضد التحديات الذهنية في المشاركة في المجتمع.